شلومو شلومو، من قد ايه ما شفتكش؟ من حوالي سنتين ونص. سنتين ونص ياه. لكن زي ما انت شيك وجميل وبتعرف تختار البارفان اللي انا بحب ريحته. قولي، رجعت لمراتك؟ لا ما رجعتش، هي اتجوزت وعايشه في نهاريها. وانت متجوزش؟ ما فيش وقت للجواز والخلفه. تعالى يا شلومو، تعالى اقعد جنبي. الحكايه يا بن حاس، شلومو تعبكوا في ايه؟ عمليه عين الصقر اللي كلفناه بيها بيتصرف فيها لوحده وبياخد قرارات من غير ما يرجع لنا. حقيقي الكلام ده يا شلومو؟ كلام صحيح، لكن انا عندي اسبابي. اللي هي ايه؟ انا كنت مكلف بمهمه تجنيد هدف مصري عشان يشتغل معانا كسبوتر، والعمليه كانت ماشيه كويس وكانت ناجحه جدا، لكن فجاه ظهرت بعض العناصر المصريه في هامبورغ وابتدت تقرب من الهدف بشكل كان ممكن يخرب العمليه كلها، فكان لازم ان انا اتصرف عشان اقطع عليهم الطريق. شلومو، هامبورغ نظيفه وما فيهاش اي اثر لاي عنصر مصري. انا اللي موجود هناك على ارض الواقع وانا عارف انا بقول ايه كويس، بس اخر تقارير جات لنا من هناك بتاكد. اتصل بايزاك واساله، واسال لويس جولدمان، هتشوف ان موقفهم اتغير جدا عن يوم ما وصلتك التقارير. طب ما قلتلناش ان انا كنت بعت لك رجاله من عندي اتعاملوا مع العناصر دي وخلصنا منها. مش عايزين اللي حصل في باريس يتكرر تاني، ولا حضرتك ناسي؟ ايه يا بن حاس، في حاجه عايز تقولها؟ انا اتصل بيا ايزاك من شويه واكد لي كل الكلام اللي شلومو بيقوله. هو الهدف بتاعك فين دلوقتي؟ في صقليه، في قريه جنب باليرمو. باليرمو اللي فيها عذرة ورشيل؟ لما تشوف رشيل يبقى سلم لي عليها. ها في حاجه تاني؟ هو في مشكله صغيره كان قال لي عليها ايزاك. مشكله ايه؟ ولد الماني بيشتغل معاهم هناك، فريدريك. وده ماله ده كمان؟ هو بيحاول يعمل لنا بلاك ميلينج وعايز يبيعنا للمصريين الا لو دفعنا له اكتر. واللي اسمه فريدريك ده طالب كام؟ المشكله مش طالب كام، المشكله ان احنا لو فتحنا الباب ده مش هنخلص. تحبي نتصرف معاه ازاي؟ اقعد انت وشلومو وتفهموا في الحكايه دي، المهم ان يبقى عبره لغيره علشان محدش يطمع فينا. انا تعبت ولازم اروح. بن حاس، شوف طلبات شلومو ونفذ له كل اللي هو عايزه. تعالى يا شلومو. بس خلي بالك، لو العملية دي ما نجحتش، لو حصل فيها أي غلط أو فشلت، حسابك هيكون معايا أنا يا شلومو. مفهوم؟ على خير. ايوه ايزاك، انا ليفي. الاوامر صدرت من العامه بتنفيذ كل طلبات شلومو، اهو معاك هيقولك على كل حاجه. ايوه ايزاك، اسمعني كويس ونفذ اللي هقولك عليه. الو، هاي يا شلومو، انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ تتكلم منين؟ تل أبيب؟ يا ريت يكون عندك حاجة تستاهل انك تصحيني في وقت زي ده. اي اوكي. Consider it done.
شالوم. يا جماعة اللي هنا، يا سينيور جوفاني، يا سينيور جوفاني الله يخرب بيتك. عاوز ايه؟ الحمام. ايه؟ الحمام. تعال من هنا. ايه؟ مفيش باب. خلصني. يلا خلص. اول امبارح ما جيتيش امبارح ليه؟ بصراحه قلت اخد اجازه ارتاح شويه قبل ما نيجي المعجنه اللي احنا فيها دي. قولي لي قابلتي نبيل؟ لا. لا ليه؟ ما عرفتيش توصليله؟ حطيت له المانيا الغربيه، رحت له لحد البيت اللي هو ساكن فيه ما لقيتوش. الباب قال لي على عنوان الشركه، رحت الشركه وسالت عليه قالوا لي سابها ومشي. مشي راح فين؟ محدش يعرف. هو استاذ فريد ما جاش؟
ده جه امبارح وعمال يحكي ويتحاكى على المعرض واللي حصل في المعرض. اه بالحق، ده ساب خبر انك اول ما توصلي لازم تروحي له مكتب الاستاذ مختار. الحقيقه يا فندم ساميه ابدعت بالاطروحه بتاعتها، مفيش حد ما اتكلمش عليها. الحمد لله على السلامه يا ساميه. بنت حلال، انا لسه كنت بتكلم مع الاستاذ مختار عن الندوه بتاعتك، وانها كانت واحده من اهم من الندوات اللي اتعملت على هامش المعرض. بلاش مبالغه يا استاذ فريد. مبالغه ايه يا ساميه؟ دي الحقيقه. الاطروحه بتاعتك كانت شيء بديع، وطريقه القائك ليها لفتت انتباه الكل، خصوصا منظمي النشاط الثقافي. عشان كده يا استاذ فريد عايزك تعمل لنا تلخيص لنشاط المعرض والندوات الثقافيه اللي انعقدت هناك عشان ننزلها في العدد اللي جاي. ان شاء الله بكره الصبح تكون جاهزه يا فندم. بس من بعد اذن حضرتك انا عايز الانسه ساميه معايا في التحقيق ده، واسمها ينزل عليه طبعا جنب اسمي. خلاص يا سامي، شوفي ايه اللي ممكن تساعديه بيه. حاضر يا فندم. بعد اذنك يا فندم. يلا يا سامي. لا سيب لي سامي، انا عايزها شويه. حاضر يا فندم، انا مستنيكي في مكتبي بعد ما تخلصي مع الاستاذ مختار. بعد اذنكم. فريد قال لي انك تهت هناك وان ميعاد الندوه كان هيروح منك. هو حكى لك؟ اي، قال لي انك ركبت اتوبيس غلط وانك فضلت تايهه طول النهار. ايه اللي حصل فعلا يا سامي؟ ولا حاجه. كل ما في الموضوع ساميه. الموضوع ده ليه علاقة بنبيل؟ قابلتيه؟ لا. امال ايه اللي حصل؟ هحكي لك كل اللي حصل بالظبط، بس ممكن توعدني انك ما تقولش حاجة لماما. في العربية وانت هادي، تروح على بيت فريدريك، أول ما يتحرك تبلغني. يلا بينا. يلا بسرعة، عاوزين نفضي المكان في أسرع وقت. هو ده فريدريك؟ أيوة هو يا شيرلي يا حبيبتي. ألاقيه فين؟ هتلاقي مكتوب عندك عنوان الشركة اللي بيشتغل فيها وكمان عنوان بيته. والعنوان التالت ده؟ فين؟ آه ده عنوان كافيتيريا صغيرة بيفطر ويتعشى فيها. الساعة كام؟ هو ايه اللي الساعة كام يا شيخ؟ بيطفح فيها الساعة كام؟ اه هو مش متعود يصحى بدري، يعني بعد نص ساعة أو ساعة بالكتير هتلاقيه هناك. شيرلي، أنت ناوية تنفذي العملية هناك يا حبيبتي؟ لا، بس أحب أشوف الفريسة بتاعتي وجها لوجه قبل ما. ثانك يو إيزاك. فين؟ تقريبا كده راح الكافيتيريا اللي بيفطر فيها. خليك وراه،
لو غير طريقه بلغنا. كيف انت؟ فريدريك وصل الكافيتيريا يا فندم. خليك عندك، احنا جايين لك حالا. عبد الخالق بينا. هاي زازا. هاي فريدريك. حضري الفطار. اوكي. سيد عادل بص، ايه اللي جابها هنا دي؟ اكيد جاي تقابل فريدريك. تقابله بتاع ايه؟ من يوم ما جت المانيا لا قابلته ولا شافته، اشمعنى النهارده يعني؟ هادي خليك معاها، ما تخليهاش تغيب عن عينك ثانية واحدة. نقابل فريدريك ونعرف منه كل حاجة. طب خالد خليك هنا، رؤوف معايا. فريدريك يلا ما عايز اتكلم معاك. انا اعرفك، احنا اتقابلنا قبل كده. مش مهم، المهم انك تسمعني وما تتحركش من مكانك قبل ما اخلص كلامي. طب و ولو خرجت هتخسر كتير قوي ومن غير لازمة. ها واضح اننا هنتفرج على شو ممتع جدا وجامد جدا. ده متوقف عليك انت. اوكي انا جاهز ومستعد اسمعك لحد ما تخلصوا كلام. احنا عاوزين نعرف نبيل فين. نبيل مين؟ صاحبك المصري. انا معرفش انتوا بتتكلموا على ايه ولا عن مين بالظبط. لا
تعرف كويس قوي يا فريدريك، وقدامك حاجه من اتنين، يا اما تكسب مبلغ محترم يعيشك كويس بعد كده، يا اما ايه بقى؟ يا اما في ليله ضلمه طلقه رصاص توصلك للاخره في ثانيه. والرصاصه دي يا هتيجي منا يا هتيجي من ولاد عمنا. ثانيه واحده بس، عشان انا مش فاهم انت تقصد ايه بولاد عمك دول؟ اللي كنت قاعد مع المندوبه بتاعتهم من شويه قبل ما احنا نيجي. انا ما كنتش قاعد مع حد، انا كنت قاعد لوحدي. لويس جولدمان؟ لويس جولدمان؟ لا، ما اعتقدش ان انا اعرف واحده بالاسم ده. اللي كانت لابسه نظاره سودا، لحقت نسيتها بسرعه كده. يكونش قصدك على البنت الحلوه اللي كانت لابسه نظاره سودا دي وكانت لابسه اسود في اسود؟ قلت لي اسمها كان ايه؟ ما علينا، ده مش موضوعنا. احنا جايين لموضوع تاني خالص. اللي هو ايه بقى؟ عايزينك تتعاون معانا. اتعاون معاكم؟ اتعاون، بس الاول اعرف انتوا مين بالظبط؟ احنا قرايب نبيل، اصحاب. ايجيبشن. ايوه يا فريدريك، ايجيبشن. اغبي، انا قلت لهم الكلام ده بس هم ما صدقونيش. هم مين دول؟ ما علينا، مش هو ده موضوعنا، خلينا في موضوعنا. انتوا قلتوا لي بقى انتوا عايزين معلومات عن حد اسمه نبيل، صح؟ مش نبيل بس، والراجل صاحب العربيه المرسيدس اللي دبس نبيل في قضيه المخدرات، واللي انت شاركت فيها لما نزلت مع البوليس وركبت معاهم العربيه، البوليس اللي ما طلعش بوليس، فاكر؟ بأمرت لما اديتهم فلوس. ما انتوا عارفين كل حاجة. صح يا فريدريك، كل حاجة. قول لنا بقى نبيل فين؟ عارفين؟ زمان كنت عايش في ألمانيا الشرقية، وكنت عضو بارز في الحزب الشيوعي هناك، وكنت شغال مع المخابرات الروسية الكي جي بي. بصراحة كانوا بيدفعوا لي كويس قوي. لما الامريكان بقى طلبوا مني ان انا اهرب من المانيا الشرقيه على المانيا الغربيه، وطلبوا ان انا اشتغل معاهم كمان، بصراحه عرضوا عليا مبلغ، انا مبلغ كبير قوي، كان صعب عليا اني ارفضه. اصل انا عندي عيب وحش قوي، وعيب خطير، ونقطه ضعف جامده جدا، الفلوس. جيلد ماي ليبي، انا اي حد يدفع لي فلوس اكتر ولاقي بيبقى ليه على طول. ودي له عينيا. احنا هندفع لك على قد ما هتقول. على فكره انا بحب مصر جدا من زمان، من وانا صغير في المدرسه قريت عنها كتب كتير قوي، عن الاهرام وابو الهول والاقصر وناصر. ناصر ناصر ناصر. أنا المعلومات اللي عندي تساوي 25,000 دولار كاش. أنت قلت كم؟ 25,000 دولار كاش. أنت مش شايف إن المبلغ ده كتير شوية؟ أنت اللي طلبته. أنا قدمت عرضي، عليكم بقى إن أنتوا تدرسوا العرض دوت وتشوفوا إذا كان يناسبكم ولا لأ، وساعتها بقى هتردوا عليا ونقعد مع بعض ونفتح مواضيع أوكي؟ أوكي. معلش انا مضطر اسيبكم وامشي، انا اصلي بلتزم بمواعيدي قوي. طبعا لو احتجتوني في اي وقت عارفين تجيبوني منين. او فيدر دي
شكله ما يعرفش لويس جولدمان. وده يخلينا نسأل سؤال، لويس كانت بتعمل ايه جوه وناوي على ايه؟ فندم فريدريك كشفني. مش مشكلة، اللعب دلوقتي بقى عن مكشوف. طب احنا هنتصرف ازاي دلوقتي؟ ولا حاجة، الفلوس اللي هو طالبها كتير قوي، انا لازم اتصل بمصر واخد موافقته. سبق يا فندم، سبق بينا وبينهم، اللي هيكسبه هيعرف يوصل لنبيل ومين اللي بيحاول يحركه. هحاول يا فندم، ولو اني شايف ان المبلغ ده يعني مش مهم دلوقتي. حاضر هحاول، مع السلامة. ها عملت معهم ايه؟ موافقين، بس عايزيننا نقلل المبلغ على قد ما نقدر. متهيألي هنقدر نوصل مع الاتفاق. المهم نوصل لنبيل. أبو خالق. أيوة يا فندم. يلا بينا على المينا. Thank you.
عارف الشركه اللي بيشتغل فيها؟ عارفه يا فندم. اول ما ننزل انت ورؤوف تنزلوا تجيبهولي. شيرلي هيمن يا فندم. مالها؟ اختفت. اختفت يعني ايه؟ بتقول عربياتها فين؟ على الكورنيش يا فندم، على بعد 5 كيلو من هنا، في عمارات ومحلات على ناحيه والناحيه التانيه نادي اليخوت. انا قلبت الدنيا وفتشت كل حته لكن ملاش اي اثر. بتقول نادي اليخوت؟ ايوه يا فندم. اكيد هنا. المسافه بقول لحضرتك انها بعيده، يعني مش معقول هتمشيها. انا متاكد. فين؟ دول جايين علينا يا فندم. استنى استنى عندكم. في ايه يا سيد عم؟ في ايه يا فندم؟ ها جيب. ارجعوا. ايه في ايه؟ جبت الفلوس؟ يلا سيد عادل، يلا سيد عادل، بسرعة. سيد عادل، سيد عادل، بسرعة بخير. اطلع على نادي اليخت بسرعة. انت متأكد من المكان؟ ايوه يا فندم، العربية كانت واقفة هنا. لحقت بنت الكلب. اطلع على الأورنج كلاب. يا سيد عادل، أكيد حد خد نمرة العربية والفيسبا اللي اتثبت في المينا. يعني كلها كام ساعة والبوليس يوصل لنا، احنا لازم نسيب البلد دي فورا. دي آخر فرصة عشان نوصل لنبيل. اطلع.
المحل بتاعه هيقلبوه سوبر ماركت، واذا ده ما حدش عارف له عنوان. تحب حضرتك اروح لتشيرلي هاي من البيت؟ اكيد سابت البلد وسافرت. Yes. There was a call for you from Israel. Please. Thank you. Louise Goldman, مين معي؟ هاي لويز، أنا ليفي شمير. أنا بهنيكي على عملية نظيفة وناجحة 100%. شكرا ليك ميجر ليفي. على فكرة أنا معايا واحد عايز يكلمك. هاي لويز. شلومو. أنا بهنيكي وبشكرك على تعاونك معايا في العملية بتاعتي. دارلينج أنا ما كنتش بتعاون معاك، أنا كنت بعمل مهمة اللي بقبض عليها وبعملها أحسن من أي حد. بلاش الغرور يركبك لحسن نهاية وحشة قوي يا لويز. باي شلومو. اتصفيتوا؟ إيزاك أخباره إيه؟ إيزاك قفل مكتب هامبورغ ونقل هو وطاقم العمل كله على روما. كده يبقى صفحة هامبورغ اتقفلت. وأنت ناوي تعمل إيه بقى مع اللي اسمه نبيل ده؟ هخفيه. لحد ما المصريين يأسوا ويفقدوا الأمل في إنهم يلاقوه.